إن بوغاي وجد أثراً سيدي. أهناك خبر؟ بوغاي وجد أثراً حضرة الأمير. هيا تكلم. وجدنا هذا المنديل سيدي. إنه منديل أسليهان. وصلت إلى هدفك أخيراً سيد أرطغرل. أتمنى ألا يجلب ما فعلته المصائب لقبيلتنا كما جلب المصائب لقبيلتكم من قبل. هذا اليوم يومكم، فهيا اذهبوا الآن واحتفلوا بالنصر مع عليار في المخيم. خيراً سيدي. ألم نرى السيدة أسليهان هنا آخر مرة؟ صحيح سيدي. أتينا من هنا. إلى أين يذهب هذا الطريق؟ إلى مقبرة الجافدار. رأيتها عندما أحضرت أوراي. سنذهب إليها قبل القبيلة. حسناً سيدي. هيا بنا. أيها المحاربون. هيا. 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 قل أين وجدت المنديل بوغاي؟ في الوادي الأعمى سيدي. هيا خذني حيث وجدته فوراً. هيا. تحت أمرك سيدي. محاربي ينتظرون أمام المجلس. سننطلق في أسرع وقت. عليار، وأنا سآتي. إن كان باتوهان فأنا من سيقطع رأسه. سيد عليار، لا تعد إلى المخيم قبل أن تجدها. لا تقلق حضرة الأمير، سنعود بخبر سار. سيدي، عما تبحث؟ من الواضح أن غضب السيدة أسليهان مني ومن أخيها عليار جاء بها لقبر والدها. ابحثوا عن أي أثر، انظروا جيدا. أين قبر السيد جندار؟ هذا يا سيدي. تورغوت، هذا خنجر امرأة سيدي. دم باتوهان. أظن باتوهان من فعلها. سنعرف يا تورغوت. لابد أنه اختطفها لينتقم من أخيها أورال. أورال، أورال دائما. يا له من مشؤوم، لم يبق من لم يأخذ نصيبه من قذارته.
إن كان باتوهان من فعل هذا فلا بد أنه فخ. سيدي، هناك آثار لحصانين. وهذا دم جاف. الجو هنا معتدل، فجف وبقي منذ يوم على الأقل. أحد الحصانين يحمل حملاً والآخر لا. من الواضح أنه حمل السيدة أسليهان على حصانه وأخذ الآخر معه. دوغان، خذ معك جونكوت واتبع الآثار لنعد القبيلة تورغوت. أمرك سيدي. أيها المحاربون، سامسا، فلتأتوا معنا. لو أنصت لكلامي وأنا قمت بإعطاء هذه الأراضي، ماذا فعلت؟ كل هذا بسبب ذلك الأحمق المندفع أورال. لكن هيهات، هيهات أن ينفعني بشيء، فهو لم ينفع نفسه حتى، ولا قبيلته ولا إخوته، فكيف ينفعني أنا؟ جاء السيد أرطغرل سيدي. فليأتي. سيد أرطغرل، اختطفوا السيدة أسليهان. الفرسان وجدوا منديلها وعليه دماء. أين وجدوا المنديل؟ وجدوه في الوادي الأعمى. لقد ذهب السيد عليار وأورال مع فرسانهما إلى هناك. هذه مصيدة حضرة الأمير. ماذا قلت؟ ما قصدك بمصيدة؟ أتعرف هذا الخنجر؟ بالتأكيد، إنه لإسلها. أين وجدته؟ عند قبر والدها. لقد خطفها شخص واحد، وسيدة أسليهان قاومت الخطف. وجدنا آثار دماء على صخرة هناك، كذلك وجدنا آثار الحصان الذي حملت عليه. باتوهان، لابد أنه هو. المكان الذي أخذت إليه يعاكس اتجاه الوادي الأعمى تماما، وأنا قد كلفت فرساني بتتبع أثره. أيا كان من وضع هذا المنديل، فهو من نصب هذا الفخ. أو أن من أتى بهذا المنديل للسيد عليار هو من نصب هذا الفخ. من هو؟ كانوا ينادونه بوغاي. ربما كان يتعاون مع باتوهان. يجب أن نتحرك بسرعة. أنا سأذهب إلى الوادي. حياة السيد عليار في خطر. وأنا سأذهب. سمعت بأنك قد كلفت جنودك بالبحث عن السيدة أسليهان. سيكون الوضع خطيراً. انتظر هنا. ستحميني أنت أرطغرل.